الجيش ينزل ميدان التحرير. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا الجيش نزل. الجيش نزل، الجيش نزل، يحيى الجيش المصري، تحيا القوات المسلحة، تحيا القوات المسلحة. الجيش المصري الحر، الشرطة العميلة. يا كلاب الحراسة، يا كلاب الحراسة. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. يا حسين يا الجيش، الجيش امسك البلد خلاص، هيحميهم الجيش، يحميهم الجيش، يحميهم. لا لا، يا كلاب الحراسة، يا ولاد البيت خلاص، الجيش معاهم، الجيش معاهم، هم في الواجهة. يا مرحبا يا اولاد المنطقة يا محرفين. الأوبرا تحترق ان شاء الله. يا جدعان نريد، يا اختي، يا اختي، يا اختي، ولا نعلم اذا كان نزول الجيش لحماية النظام ام السيطرة على البلد. خش 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 خش. هل هل لو فصلت هذه هل هذه القنابل لو وقعت لإسرائيل؟ واقف عشان اسعاف، واقف عشان اسعاف. يلا يا رجاله وراه، اهو اهو، كلاب حراسه، كلاب حراسه، كلاب حراسه، انتوا كلاب حراسه، انتوا كلاب حراسه. نوقف ربنا، هنعدي خلاص، هنعدي خلاص، خلاص خلاص خلاص. هل حبيب العدلي عاجز عن حماية الامن الداخلي مسعين بالجيش؟ بس بس خلاص خلاص خلاص، سلمية 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 انظروا انظروا. انا اقف الطب شويه. طيب لا اله الا الله محمد رسول الله. بحذفهم هل هذه وبعد لحظات سنوصل على ميدان التحرير بإذن الله.